دعا سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة مراعاة مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة في وفاء جميع الدول بالتزاماتها في مواجهة أزمة تغير المناخ، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وتحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العسومي أمام الجمعية 44% للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته على ضرورة مساعدة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ وفقا لاتفاق باريس الذي تعهدت الدول المتقدمة بموجبه بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وأكد العسومي على ضرورة القضاء على الفجوة القائمة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية. تغير المناخ هو التحدي الأصعب الذي يواجه عالمنا اليوم، لما له من تداعيات خطيرة تمتد إلى شتى مناحي الحياة وتؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة. ولا شك أن معالجة هذه الأزمة لا تقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، وذلك من خلال صلاحياتهم التشريعية والرقابية التي تجعلهم ضمانة رئيسية لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.